السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. اهلا بكم في حلقه جديده. في حد اقترح علينا فكره ان احنا نجمع عينينا وكل واحد يجيب حاجات ويحطها في بق التاني واحنا نعرفها بقى، فعجبتني بصراحه فقلت ليه لا، وبما اني اصحابي كتير جدا. بما ان اصحابي كتير فجبت محمود عشان يساعدني. انت بتضحك ليه؟ المهم يا جماعه مش هنطول عليكم وهنبدا على طول. و انا والله يا جماعه انا ما اعرف محمود جايب لي ايه، والله العظيم فعلا ما اعرفش هو جايب لي ايه، وهو اكيد ما يعرفش انا جايب له ايه، لان انا محضر له مفاجات حلوه. وانا برضه محضر لك مفاجات حلوه، سيبها يا جماعه. طب يلا بينا. ابدا انا. انت بيتي، في بيتي كرم الضيافة، انا اللي ابدا. اتفضل بقى غمي نفسك. هو في ايه؟ اتفضل حبيبي غمي نفسك. هو اللي اقترح فكره الايس كاب ده وتغنى بيه. لا كده انت بتخم. والله ما شايف حاجه. كده انت بتخم. والله ما شايف حاجه. كده انت بتخم. انا اصلا لما بفتح عينيا بتوجعني كده بسبب الصوف ده. طب لا غمي معاك. اهو كفى، انا كده مغمض اصلا. كفى. قشطة يلا بينا. رقم واحد افتح بقى. لا يا حبيبي مش هاكلها، تطلع لسانك كده وعشان تفوق. مش عارف ايه ده يا اسطى. افتح بقك يا اسطى، انت مش هنهزر. ما تاكلش. مش عارف. ما انت لو كلتها هتعرفها. دي ميه. لا طلع، افتح بقك طلع لسانك. ما تكذبش. خوخ؟ ايه؟ غلط، مش خوخ. بص كل واحد ليه غلطة واحدة، كل واحد ليه غلطة واحدة، يعني قلتها مرة غلط التانية خلاص يبقى ما عرفتش. يلا. يا ابني ما هو دي بتيجي على لساني ما فيش. طب افتح بقك يا عم. أنا هعمل عمل خير وهديها لك تاكل. ده إيه الضحكة دي؟ طب إيه؟ أكيد عارفة، يمكن ما بتاكلوش منكم ما تعرفوش. ده إيه ده أصلا؟ والقاس. غلط والله ما احسبها زيرو. غلط غلط. ماليش دعوه. لا يا حبيبي احنا قلنا مره غلط ومره صح، ماليش دعوه. تستظرف عليك مش بتاعتي كده. محمود صفر انا واحد. محمود صفر انا واحد، خلصانه. انا اللي همنتج وانا اللي هحسب. محمود صفر انا واحد. يلا تاني ولا ايه؟ دور انا بقى. لا دور انا، انا اللي هاكل بقى. الكيس بتاعي بعيد عننا. قوم هات. بس انجز عشان انا بحب الشغل الامن الدولة ده. هو جاي الكيس اسود والله اهو. يا عم خلاص بقى، ما احنا هنقعد نتكلم. بس فكرة الشنب عشان الشعر بيدخل في الناس. انا على فكره ما اتاكدتش انت مش شايف ولا لا. والله انا شايف حاجه. طب كفك اهو. والله جت صدفه والله. طب كفك بايدك التانية. اهو يلا اشم من الاول. بعد تشم اشم من الاول. لا طلع لي سلك ده بيفك يا جماعه. بات الباسكت عشان لاحظ ان انا عامل رجيم، فالحاجه اللي مش تعجبني هتفهم. انا بس مش عارف ليه. تاني. لا يا حبيبي انا اكلتها لك. مش عارف. تاني. ايه؟ شوكولاته؟
بعيدة. في حاجة بلحة بس في نفس الوقت مش عارف. طب كمل. لا كلاني بقى يعني انا عملت معاك برضو كده. حتى ايه ده؟ مش عارف ايه ده؟ عرفتها. هات الباسكت يا مورف. ده بتاع ال ماجي. ماجي يا معلم. صح؟ ماشي. عيب يا باشا، عيب يا حبيبي. انت مقرف. خد يا معلم. يلا تغنى يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا. كم دول؟ نعم. طب كف. ماشي. غمض عينك. غمض والله. افتح بقك. افتح بقك. ايوه. لا طلع لسانك يا حبيبي. عينك. واحدة على طول. لو قلت التانية غلط باي باي. ما انت جايب لي عينك. احنا كده 2-0. احنا كده 2-0. ماشي. يا ابني ما بلحقش اكل. اهو والله اكل. تين شوك. صح. انا بص من اللي بضحك عليك اهو. تين شوك كده 2-1. يعني اتنين ليك واحد، اتنين ليا واحد ليك. انا خرخشت الكيس دي بتقلقني اصلا، انا بحس ان في حاجه وحشه. بس البتاع لسه المقربه لسه عماره في بقي. يا معفن. فلفل يا زفت الطينة من الدنيا. طب لونه ايه؟ لونه ايه؟ نفس لون. لا لا لا. فلفل صح؟ اقسم بالله مولع. حراق جدا. ماشي. امسك يا عم. هما دعينك. اهو. هما دعينك تاكل. تاكل مش عارف ولا مش عارف تاكل. ماشي. هما دعينك. هما يا حبيبي. هما ده انا شايل لك المفاجأة الكبيرة اللي هي. انا كده ابتديت ادخل اخش. لا يا حبيبي ما تخش. افتح بقك جامد. مش هاكلك. افتح بقك زي ما انا بعمل معاك. لا ملحقتش بقى. ما تهزرش. طب ما افتح بقك. ملحقتش. طلع لسانك وانت تلحق. ده انت غبي. انت جايب لي خرز بتاع سبحه. افتح بقك يا عم. افتح بقك. حاجه ناشفه ايه ولا حاجات الناشفه؟ خلاص سبحه ده هو ده كل معلوماتك عن الحاجات الناشفه؟ طب افتح بوحك وانت هتشرب. انت كده بتغش. شوكولاته. شوكولاته. طب انت بتغش. احنا فين بنغش؟ هكملها بقى. ماشي. هو كويس ان هي ما طلعتش حاجه ناشفه. كانت اتكسرت اسنان كده. 3-2. 3 و 3. والله ما يهل عليك يا ولد محمد. دفع فيها الشيء الفلاني.
خامس. حاضر اصبر بس. انت جايب قنبله؟ لا لا. ها؟ طلع تسال بره؟ اي حاجه مسكره مش فاهمها. مش ده كانجا هعض صباع اهو حته صغيره ده يعني حاو حاو ده هيك حاو ده هيك ما انت عارف انت متوقع متوقع ايه انت متوقع متوقع ايه الناس اللي مستغربه انا ليه بتف في الحاجات دي هي كل الحدوته انا عامل رجيم فما في الحاجات دي مش باكلها تمام بس يعني الحاجات حلوه طبعا يعني مين ما بيحبش حاجه طحينيه يعني انا حلوه حلوه تزود ضغط الدم طب غمض عينك بقى غمض عينك بقى عشان المفاجاه بقى المره دي بقى مفاجاه ما ابتديت اكبر يا لا استنى يلا يا ديني هو تقريبا كده عارف لا انا مش عارف حاسس بقى اللي انت افتح بقك خالص افتح بقك افتح بقك انجز انا مش قادر افتح بقك محمود والله العظيم افتح بقك افتح بقك يا عم خلص بقى يا عم والله انت بتهزر دوق طيب دفتيخ لا غلط والله غلط اقسم بالله مش فسيخ اقسم بالله ما فسيخ والله ما فسيخ والله العظيم ما فسيخ خد حته صغيره رينجا 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 يا لهوي الريحه شنيعه الريحه شنيعه شنيعه دي رينجا معتقه كده كده أربعة ليا ثلاثة لمحمود لو أنا الحاجة اللي جاية دي هي آخر حاجة عنده لو أنا ما عرفتهاش يبقى تعالى وأنا مش هسمح بالتعالى فيلا بينا آخر كارت بقى معايا أهم كارت والله أنا قلقان بس قشطة أفضل متحمل كده معلش ورقة لا افتح بقى افتح بقى لا افتح بقى انسى شميت ريحة طاز بحبها على فكرة فور صح؟ كده 5-3 هارد لك محمود ما بنخسرش ما بنخسر حالق قوي المهم لو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك وسيبوا كومنتس ما تنسوش الشير الشير يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا الشير هاشتاج عمرو خالد الشير يا جماعه شفتوا التحديات بتعمل ايه سيبوا لنا افكار تانية زي اي افكار تيجي في بالكم سيبوها لنا تحت في الكومنتس و نشوفكم الحلقه الجايه وتحت في الديسكربشن هنسيب لكم لينك الصفحه بتاعتنا ولينك الصفحه الشخصيه بتاعتي ومش هسيب لكم لينك الصفحه الشخصيه بتاع محمود نشوفكم الحلقه الجايه السلام عليكم ان مفيش لينك بقى